ها خوش، ورابط الحضور هذا خمس دقائق ابدا بباشر فيه. إن شاء الله. A 50-year-old lady come to your surgery complaining of feeling tired all of the time. يعني سيدة عمرها 52 سنة أتت إليك كفيزيشن أو كجراح تشكي من يعني شعور بالتعب كل الوقت. Her symptoms have been present for several months. يعني هاي الحالة feeling all the time صار عدة أشهر. But she is becoming increasingly lethargic, lacking in energy and irritable and has lost interest in doing any activity above. ها فيعني هي صار لها عدة أشهر والحالة ما لها تتزايد، يعني مو مثلا تروح وترجع أو تتناقص، وإنما تتزايد الشعور بالتعب ويعني ما عندها طاقة للعمل وقلقة وما عندها اهتمام بعمل أي شيء. Above those that have been to be done both at home and work. يعني هذا lack of interest والتعب في محل عملها وفي البيت. She is breathless. يعني متضايقة بالتنفس. When she climbs stairs. عندما تصعد الدرج تشعر بالتعب. And has noticed the edge of her mouth are dry and sore. يعني الفم مالته الحافة مالته هو جاف وألم. And her finger nail is flaky. يعني متقشرة. يعني أظافرها بها يعني تقشر وأكيد تقعر يعني. You thought she looked pale. أنت تعتقد أكيد فحص الكونجكتايفا شفته pale شاحب. And check some blood vessel blood العفو test which shown أو شوف she had iron deficiency anemia. نجي للبلد تيست ال WBC normal white blood cell count. RBC count below normal, hemoglobin below normal, MCV below normal, والبقية تقريبا يعني MCS شوية سلايت والبقية كلها normal. عندك هنا reticulocyte count هم below normal. واضحة عندكم هاي الشاشة طلاب؟ دكتور نعم. نجي Remember iron deficiency anemia is a symptom and not a diagnosis. يعني الفقر الدم هو حقيقة أعراض وليس تشخيص، لأنه هي مو تشخيص إنها حالة بحد ذاتها. قد تكون عندها chronic bleeding loss, iron deficiency and due to nutrition deficiency, chronic illness, intravascular hemolysis, hemorrhage. هاي كلها ممكن تسوي لنا أنيميا. إذن هي ليست تشخيص وإنما هي أعراض. In a patient with iron deficiency, the next steps الخطوات التالية العفو الخطوات التالية أول شيء تعرف الكوز، يعني هو بما أنه symptoms لازم تعرف السبب. والخطوة الثانية looking the physiological effect of anemia التأثير الفسلجي للفقر الدم the cause of iron deficiency السبب ليش يصير. واخر شيء treating appropriately يعني انت من شخصت عرفت السبب وشفت الباثوفيزيولوجيكال يكون العلاج يعني according to the cause. Bearing in this mind develop a concept map مثل ما سوينا بالسيشن نمبر 1 سوي concept map يساعدنا بالتشخيص وما يساعدنا بالتشخيص نقدر نعطيه العلاج اللازم. الكونسبت ماب عندكم انتو؟ لا احنا سوينا كونسبت ماب. نعم ولو هو ما معروض للكونسبت ماب. يعني مثلا الاناتومي فقرة الاناتومي هو عنده ايرون ديفيشنسي انيميا ممكن يعني المناطق اللي هي قد could be the cause هي gastro intestinal tract GIT. يعني مثلا الايرون ابزوربشن منين يجي؟ من السمول انتستين. كود بي نيوتريشنال سبب انه ايرون ابزوربشن. ممكن باللارج انتستين كرونيك بليدنج لوس من اللارج كولون. ممكن
يعني انكيلوستوما اذا سامعين بها انكيلوستوما ديودينالي اكيد ار بي سي. سابقا الناس تمشي حفاي فاللارفا مال الانكيلوستوما اكيد ما اقضيها بالسادس اعدادي او بالخامس، هاي تسحب عن طريق السكن. المهم يصير بعدين ادلت باراسايت وين تعيش بالسمول انتستين وتتغذى على الار بي سي. فمن بما انه تتغذى تلقى الهيموجلوبين 8 9 ايام زمان اكو ناس ما تمشي تمشي حفاظ، فتلقى انكيلوستوما ديودينالي اللي هي عايشه بالسمول انتستين وتاخذ الار بي سي يوميا غداها على الار بي سي، ويصير الانسان عنده ايرون ديفيشنسي انيميا. الكوز هنا باراسيتك. فاحنا من نقول الاناتومي نبدا بالجي اي تي. الجي اي تي يبدا من النيوتريشنال اكل قليل، ممكن باراسيتك انفكشن اوف سمول انتستين، ممكن لارج انتستين، لارج انتستين كود بي افكتد. اني باثولوجيكال انفولفمنت اوف لارج انتستين ممكن يصير كرونيك بليدنج لوس، مثلا هيمورويد وما يتعالج كرونيك بليدنج لوس ممكن يسوي لنا ايرون ديفيشنسي. فاذا اول اورجان افكتد بحقل الكونسبت ماب هو الاناتومي هو جي اي تي. نجي ثاني بون مارو، ممكن اني بون مارو ممكن افكتد هم يكون مصدر الار بي سي، مصدر الار بي سي من البون مارو. فالكوز يكون البون مارو يعني العضو الثاني بعد الجي اي تي البون مارو. الليفر ممكن احد الكوز اوف ايرون ديفيشنسي هو سبب الليفر ديزيز، يعني هو الليفر. بعدين نجيب الباثوفيزيولوجي واخر شيء الكدني. فاذا بحقل الاناتومي تقدر تخلي جي اي تي بون مارو ليفر كدني. طبعا هو انت تقدر تتوسع حسب معلوماتك، كل ما تتطور بالعلم والثيوري يزداد من تاخذ ميديسين وسيرجري ممكن حقول اخرى تضيفها حسب هذا. احنا نحكي على كفيزيشن متخرج يعني تعرف انذني، بس انتم بعدكم بالبدايه ذني معلومات اوليه. نجي للفيزيولوجي، الفيزيولوجي هم نفس الشيء جي اي تي بون مارو وكدني. يعني جي اي تي هسه احنا من نجيب الباثوفيزيولوجي نقول شلون ميكانيزم اوف ديزيز افكتد باي ذيس اورجانز. واضح طلبه هسه؟ واضح لحد الان؟ واضح؟ هسه انتم متابعين وياي، متابعين وياي؟ نعم مستوي. اي نجي الجزء الثالث بالكونسبت ما هو الباثوفيزيولوجي. احنا قلنا الاورجان اول واحد افكتد هو جي اي تي اللي هي ممكن استومك مثلا. مثلا رجل كبير ياخذ اسبرين مال الاطفال على مود يمنع اللي يعني جلطه دماغيه ولا قلبيه، هذا ممكن يسوي ايروجن تقرحات بالله وكرونيك بليدنج لوس ويصير لنا انيميا. هاي بالجي اي تي هذا يعتبر ستومك اول جهاز could be affected and causing iron deficiency anemia. نجي الجزء الثاني مال جي اي تي small intestine. small intestine مثل ما ذكرنا سابقا بالاناتومي could be a nutritional cause of iron deficiency لانه الايرون absorption بال small intestine. فاني disease affecting a small intestine ممكن يعتبر كسبب للايرون deficiency anemia. وقلت لكم الباراسيتيك هي الانكيلوستوما اللي هي غذاها على الار بي سي. انكيلوستوما وين تعيش؟ بالسمول انتستين وتتغذى على الار بي سي وكرونيكلي ينتهي بالايرون او انيميا سيفير انيميا وحتى يصير هارت فيلر. نجي للارج انتستين مثل ما قلت لكم اني باثولوجي اوف لارج انتستين ويسوي لنا كرونيك بليدنج لوس. مثلا سي اي كولون، سي اي كولون يسوي لنا اوكلت بلاد ان ستول، يعني دم مو بالعين المجرد تشوف الدم وانما تشوفه بالمايكروسكوب، يسمونه اوكلت لوس ان ذا ستول. يعني هذا يعتبر احد علامات المبكره لسي اي كولون. اللي مثلا اليوم موضوع اليوم فاميليال ادينوماتوس بوليفوسس، يعني العقد اللي موجوده مو العقد وانما بوليف بالانتستين يسوي لنا كرونيك بليدنج لوس ويسوي لنا بالنهايه الى ايرون ديفيشنسي انيميا. واخر شيء مثلا هيمورويد،
هيمورايد كرونيك بليد اند تريتد هيمورايد البواسير ممكن هم كرونيك بليدنج لوس وبالتالي تنتهي بالايرون ديفيشنسي انيميا. هاي بالنسبه للجي اي تي اللي هو كتبناه بالاناتومي وبالفيزيولوجي. هسه احنا بحقل الباثوفيزيولوجي البون مارو. اني ديزيز ان ذا بون مارو هم يسوون ايرون ديفيشنسي انيميا. يعني مثلا افلاستيك انيميا. يعني انا اخذت على علاج وهذا من سايد افكت ما سوينا ابلاستيك انيميا. ومثل ما قلنا بالمحاضره السابقه يعني اخذت كلورونفينيكول سابقا فيرست دراج فور تريتمنت اوف سالمونيلا هو الكلورونفينيكول. والكلورونفينيكول كود كوز ابلاستيك انيميا. زين ولو ايرون ستون ديو تو نيوتريشنال الخزين مال الايرون بالبون مارو يعني قليل وبالتالي البون مارو ضمن المستوى المنخفض للايرون في البون مارو ما صنع عندنا ار بي سي. فاذا الاورجان الثاني افكتد بالاناتومي هو البون مارو كسبب للايرون ديفيشنسي انيميا. نيجي للليفر. الليفر هي مصنع للكلوتينج فاكتور. فاني ديزيز افكت ليفر كود كوز بي كرونيك بليدنج لوس وبعدين بالتالي ايرون ديفيشنسي انيميا. الليفر ممكن يصير بها سيروسس تشمع. الليفر من تصير بها تشمع مثلا قبل ايام زمان بالهارديه اللي موجوده بمصر مانسوناي هاي ممكن تسوي بيري بورتال سيروسس او ذولا كرونيك الكهوليك يصير بيه سيروسس او ذولا البلياري سيروسس عنده مناعه اوتو اميون ديزيز يتفاعل ضد الليفر وخاصه النساء يصير عندها بلياري سيروسس. من يصير بلياري سيروسس الدم من يمر على الليفر ما يمشي ضمن الطبيعي فيدور كولاترال سيركيوليشن يعني مرور الدم من البورتال فين الى الليفر راح يتعرقل. من يتعرقل يشوف له مجرى ثاني. المجرى الثاني يصير عن طريق الفيزل اللي لور اسفاجوس. فايش يسوي لنا؟ يسمونه اسفاجيال فاريسز. شلون البواسير؟ هنا يصير لور اسفاجوس. فهذا من لور اسفاجوس من اكل هاي تنجرح. الفاريسز اللي موجوده لور اسفاجوس ويصير عندنا كرونيك بليدنج لوس وحتى يصير هيماتاميسز يقح يعني دوع دم وممكن يسوي لنا سفير اند رابيد اونست اوف انيميا. هذا ليفر ديزيز. فاذا الليفر احد اسباب وكذلك انتاج الهبسيدين. الهبسيدين اذا زاد ممكن يسوي لنا كرونيك ايرون ديفيشنسي انيميا. الاورجان الاخر اللي ذكرناه هو الكدني. الكدني يعني اني ديزيز يسوي لنا هيماتيوريا يعني اكو حصو بالكدني او باليوريتار او بالبلادار ممكن كرونيك يسوي لنا هيماتيوريا وكرونيك بليدنج لوس وممكن يسوي لنا انيميا. فاني هيماتيوريا كوز باي ليفر ديزيز ممكن يسوي لنا ايرون ديفيشنسي انيميا. الشغله الاخرى اللي ذكرتها بالمحاضره السابقه رينال فيلر. Any cause of renal failure. Chronic renal failure. يعني عجز الكليه المزمن. الكدني هي مصدر الهرمون اللي يسمونه ارثروبويتين. هذا الارثروبويتين هو محفز للبون مارو بانتاج الار بي سي. فاني كرونيك اني كوز كرونيك رينال فيلر مثلا واحد عنده مثلا دايابيتس السكر واحد كومبليكيشن يسوي رينال فيلر. ممكن اني كوز اخر بوليسيستيك كيدني وصار رينال فيلر. اني كوز اوف رينال فيلر اول ما ينتج يتاثر هو الارثروبويتين انتاجه قليل وذلك انت تروح وهي ذكرتها المحاضرة السابقه تروح للكليه الصناعيه لولا دائما كرونيك دياليسيس يعني يغسل الكليه دائما يعطوك كرونيكلي جيفن ارثروبويتين يعوض على الارثروبويتين النقص اللي تنتجه الكليه ولذلك يطوي يعوض كومبنساتوري ويجيف هيم ارثروبويتين حتى يحفز ان البون مارو لانتاج الار بي سي. فاذا الكدني مهمه للسيطره او منع حدوث الايرون ديفيشنسي انيميا.
من خلال انتاج الارثروبويتين. واكو حاله يسمونها هيموسيدرين يوريا. هيموسيدرين يوريا قلنا لي مو هيماتش يوريا وانما انترا فاسكولار هيموليسيس. اني كوز اوف انترا فاسكولار هيموليسيس يطلع هيموسيدرين يوريا، يعني بلاد يا هيمولايز ويطلع عن طريق الكدني ويعطينا كرونيك ليكوز ويليد فاينالي تو ايرون ديفيشنسي انيميا. هذا يسمونه الباثولوجي او باثوفيزيولوجي وليس الفيزيولوجي. لحد الان وصلنا الباثوفيزيولوجي. اكو سؤال لحد هاي اللحظه؟ اكو سؤال جاي تسمعوني مو؟ نعم دكتور واضح. اكو واحد عنده سؤال لحد هاللحظه؟ لا دكتور ما حد يسال. يعني نتحول على الخطوه الاخرى؟ لا يا دكتور. الخطوه الاخرى ما بعد الباثوفيزيولوجي هو ابيديمولوجي اند ريسك فاكتور. وانا هاي يمكن ذكرت لكم اياها بالمحاضره السابقه. عاده اكثر شيء افكتد فيميل، فيميل اكثر من الميل. وسبشالي بريجننت فيميل، المراه الحامل. بريجننت اكثر من نانا بريجننت. هاي بالدرجة الأولى. يجي من بعده ياهو الأطفال أقل من سنتين ثلاثة، دول ينمون سريعين، يحتاج أيرون هواية، ما يلحق الأكل أن يعوض الأيرون، هم يصير عنده أنيميا. الأدلت ميل، الميل إذا أني كوزز ممكن يعني، بس عادة الفيميل برجنت فيميل يجي من بعده نان برجنت فيميل، بعدين أطفال. واقل شيء الادلت اكثر من 18 سنه والمينوبوز المراه اللي هي اكثر من 50 سنه تتساوي تقريبا ويا الادلت اللي اكثر من 18 سنه ميل. فهذا البريفالنس. لاني يمكن انا ذكرت لكم اياها يعني. نجي اكو بعد على الابديمولوجي عندكم سؤال ونتحول على نعم تفضل. ما اخذكم انا بطرح ادز جلسه بالشات. يلا خلي نعم نجي لورا الانفستيجيشن او اي انفستيجيشن. تحتاج انفستيجيشن. هنا انفستيجيشن حسب المنطقه اللي يشك بيها، مثلا الستومك او الجي اي تي. الى الجي اي تي ممكن تاخذ الهيستوري، ماخذ اسبرين مال اطفال اذا هو مره كبيره او رجال كبير. ممكن اندوسكوبي، تاخذ له اندوسكوبي فور سمول تيستين او لارج تيستين، شوف اكو هيمورويد. اني اذر كوزز يعني انت شك بيها. جنرال ستول اكزام فور بلاد، شوف البلاد اوكالت بلاد او فور انكيلوتوم. مثل ما قلت لكم ممكن كوزز كرونيك بلاد لوس. فذني كل انفستيجيشن اكوردنج تو اورجان افكتد. هاي بالنسبه لل الليفر، سوي ليفر فانكشن تيست اللي هي بروثرومبين تايم، البي تي والبي تي تي، الترا ساوند، بون مارو اسبريت. هاي مهمه جدا، تاخذ من البايوبسي من البون مارو شوف ديزيز اور نوت. فهنا انفستيجيشن اكوردنجلي اكوردنجلي يعني شوف شنو الاورجان الممكن افكتد، تسوي له انفستيجيشن. السيمبتوم ساينز يعني هو شعاني هذول الايرون ديفيشنسي، تلقى تاكيكارديا، ممكن تلقى بيل كونجكتايفي شوفه بكساين، ممكن عنده يصير هارت فيلر اذا سفير انيميا يصير عنده هارت فيلر. يعني الاعراض مالته تاكيكارديا، انيميا، هارت فيلر، زين ايزي فاتيجابيلتي مثل ما هو اليوم اعراض يقول يعني فاتيك اول ذا تايم، ديسني اون كليمبنج ستير بالبدايه وبعدين اخر شيء اتريس انيميا وبعدين ينتهي بالهارت فيلر. فحسب المرحله مالته. التريتمنت تعطي ايرون، الايرون اما اورال اور انجكتبل. اذا هو شويه نازل الاتش بي مو هوايه ممكن تعطي الايرون، ويمكن ذكرت لكم بالمحاضره السابقه الايرون يراد له تقريبا قريب الشهر يلا يبدا ينتج يعني تستفاد من عنده. اذا هو اورال الى انجكتبل، انجكتبل مرات يطو انجكتبل اي ام انتراموسكولار اسرع من الاورال بس اقل من الانفيوجن، انفيوجن اسرع. فانت تحسب حسب السيفيريتي وبعدين نهايه المحاضره نحسب ايش قد نعطي ايرون.
واخر شيء psychological and social impact، تاثير النفسي للانيميا، هاي معروفه عنها، هو كل انسان مريض اكيد اكو psychiatric or psychological effect لهاي الحاله المرضيه. هسه الكونسبت ما خلصناها، اكو سؤال لحد هاللحظه؟ دكتور ما حد يسأل، ماكو سؤال يمكن نتحول بعدها. على حسب السؤال. نعم طبعا، هو الأسئلة أنا تقريبا معظمها أو الأسئلة مجاوبها، بس هنا السؤال اللي بعده What's the cause of iron deficiency anemia؟ يعني هو حسب المنطقة، إذا nutritional low intake of iron، يعني واحد نباتي poverty فقر ما ياكل لحم نهائيا، ممكن يسوي iron deficiency anemia. فالnutritional cause او ايرون انتيك يتعلق بنوعيه الاكل، زين، ما الابزوربشن. قلنا الابزوربشن مال الايرون وين يحدث؟ بالسمول انتستين. فاني ديزيز بالسمول انتستين ممكن يسوي ايرون ديفيشنسي انيميا. كرونيك بلاد لوس، هاي من الاسباب مال الكوز اوف ايرون. كرونيك بلاد لوس مثل ما قلت لكم، اذا بالستومك ماخذ مثلا اسبرين مال الاطفال وسوى ايروجن تقرح سطحي ويسوي كرونيك بلاد لوس. اذا بالسمول انتستين قلنا الباراسايت مثل الانكيلوستوما هي تتغذى على الار بي سي، ما تاكل غير الار بي سي هاي الانكيلوستوما، فشو تسوي؟ كرونيك بلاد لوس. اذا لارج انتستين، اني ديزيز باللارج انتستين مثل ما اليوم موضوعنا هو البوليبوسيس، هم يسوي كرونيك بلاد لوس. عندك باللارج انتستين الهيمورويد، لور لارج هاي هيمورويد ان تريتابل هيمورويد هم يسوي كرونيك بلاد لوس. ذا ان كوز اوف كرونيك بلاد لوس كود كوز ايرون ديفيشنسي انيميا. الباراسيتيك انفكشن ذكرناه ضمن الكرونيك بلاد لوس، اللي هي انكيلوستوما تتغذى على الار بي سي وبالتالي تستهلك الار بي سي مال الجسم، تاكل يوميا يمكن انا ما ناسيها بس تقريبا 0.2 مل ار بي سي، غذائها يوميا 0.2 مل، بس هاي على مدى اشهر يسوي لنا سيفير ايرون ديفيشنسي انيميا. واضح حتى لحد الان؟ بيتك تو واضح. نعم. لان هذا ليدي هاف familial adenomatous polyposis، هو مطيك التشخيص ان مريه عندها مرض يسمونه adenomatous polyposis familial، يعني يمشي يسري بالعائله، adenomatous يعني منطقه يصير تورم بها، polyposis هي يعني باللارج انتستين يكثر البوليب، يعني مو نورمال ميوكوزا وانما بيها بوليبات هوايه، وهاي كرونيك بلاد لوس. يقول هنا اكسبلين هاو ذس مي افكت ايرون بالانس، كيف هذه الحاله تؤثر على توازن الايرون. هي طبعا بالمناسبه هي وين تاثر؟ تاثر باللارج انتستين، باللارج انتستين ما قلنا السمول، السمول احنا اكثر شيء انكيلوستوما مو اللارج، هي اللي بوليبوسيس. فش يصير؟ bleeding loss of of iron through the loss of RBC، يعني ال RBC تنفقد من اللارج انتستين كرونيك بليدنج لوس، وبالتالي يصير نقص بالحديد، زين، وهاي الحاله قد بالمستقبل تؤدي الى حتى سرطان. هاي البوليبوسيس مرور الزمن تتحول من بوليب الى سي اي كولون، وبعدين نرجع لي هذا الموضوع عشان يسوينا سي اي كولون. هنا ويل بي ويل ويل ات افكت هاو ويل شي ابزورب ايرون، هل تاثر على امتصاص الايرون؟ انا قلت لكم الايرون وين يصير ابزوربشن؟ بالسمول انتستين، فاذا هاي الحاله ما تاثر على الايرون ابزوربشن، هي مو تاثيرها على الايرون ابزوربشن ولا وانما كرونيك بليدنج لوس،
ما له علاقة هاي الحالة. نتحول على ثلاثة فقرة ثلاثة. لحد ما أكو سؤال على الموضوع؟ دكتور ماكو سؤال. ما بيك أنت، ما عندك سؤال جوز غيرك. لا دكتور، ما حد يلا يسأل. حسيتك يعني أنتو يعني تقريبا شبه مسيطرين على الموضوع. The graph shows daily iron requirement through life, but need labeling appropriate. Label the y-axis. هذا ال y-axis. ووزع. وزع هاي اللي هي menstruating female, infant, less than 1 year, pregnancy, postmenopausal, male more than 18. احنا قلنا اكثر شيء، انا قبل شويه قلت لكم اكثر شيء يحتاج يا هو المريه الحامل، تجي بيها المريه العاديه اللي هي مو مينوبوز وانما منسترويتنج. فاكثر شيء الحامل يجي من بعده يا هو اللي يتساوون تقريبا متشابهين، هو الانفانت ليس ذان 1 يير وبوست مينوبوزال. بوست مينوبوزال، العفو قصدي المينوبوزال واللي اكثر من 18 سنه. اكثر من 18 سنه. فذولا تقريبا متشابهين. واقل واحد هو الانفانت اقل من 1 سنه. فاكثر واحد ياهو هذا العمود الافقي اطول واحد منه ثاني واحد، مو شي؟ البريجننسي مو دكتور؟ ها العفو؟ البريجننسي اعلى واحد؟ اي البريجننسي ايش قد تسلسله سي اللي اذا اطول واحد منهم السي ثاني واحد تسلسله. اللي يجي بعده المنستريتنج فيميل. المنستريتنج يجي تسلسله من بعد البريجننسي اللي هو تسلسله رابع. اذا المنستريتنج فيميل اللي هي اي هو العمود رقم اربعه. اقل واحد منهم هو الرضيع اللي اقل من سنه. اقل من سنه اللي هو بي انفانت. الانفانت تعريفه الطفل اقل من سنه اللي هو اخر واحد عندك. يجي الاعمده المتشابهه المتساويه هي المراه من تجي من بعد الخمسين او بوست مينوبوزال تتساوى بكل الريسك فاكتور مع الميل. يعني حتى الاسكيميك هارت ديزيز المراه بري مينوبوزال عندها بروتكشن اجنست اسكيميك هارت ديزيز، يعني عندها مناعه ضد امراض القلب، بس بعد المينوبوز تتساوى حاله حال الرجل. فهسه احنا البوست مينوبوز واللي ميل مور ذان 18 يير هو العمود الاول والثالث. واضح؟ فهنا بوست مينوبوز دي والاي الميل مور ذان 18 يير هم متساويان اللي هي العمود الاول والعمود الثالث. واضح هسه طلاب؟ دكتور واضح. اي وهم ما حد من عنده سؤال؟ ما حد يسال دكتور. نتحول فقره باء فقره اللي وراها. يقول several members of this lady family suffer from familial adenomatous polyposis. يعني عده اعضاء من العائله عندهم هاي الحالة. هاي الحالة سؤال أول is a disorder, this disorder autosomal dominant, autosomal recessive or X-linked. أنا راح أعطيكم نموذج مختصرة. إذا X-linked عادة الميل هو الأفكتد أكثر. الفيميل ما تتأثر. ليش؟ لأنه الرجال هو XY المرية XX. فهو إذا بالXY يعني إذا ديزيز X مربوط بالاكس ماكو شيء عادله فيطلع بالرجال اكثر وبهواي اكثر. اما الاكس اكس اذا اكس مصابه راح يسيطر عليها الاكس الثاني. ولذلك هسه مثلا عمل الوان تلقى بالرجال المريه تكون كارير بس الرجال تطلع عنده اللي هي هيموفيليا تلقى بالرجال لانه المريه كارير بس الرجل هو دائما الديزيز لانه محمول على هاي ماخذيها انتم بالسادس تعرفوها كل زين بس انا اوضح لكم اياها لان دائما توالفكم. اذا ديزيز اكس لينكت فهو دائما تقريبا فوق ال 95% هو رجال يصير بالرجل الا اذا اثنين اكسات مصابات وهي حاله نادره جدا.
فالرجال الكروموسومات الجنسيه المحموله على الاكس ماكو شيء يثبطها، فقط لانه اكس واي، الواي ما بي شيء، فالاكس صعب تطلع الاعراض، ولذلك تصيب الرجال. عندك الاوتوسومال ريسيسيف، هذا لازم اثنين كروموسومات، مو اكسات الكروموسوم، اكسومات الجسميه وليس الجنسيه، لازم اثنين افكتد يلا تظهر، ولذلك بصعوبه تظهر بالعائله. نجي لشغله اخرى هي الاوتوسومال دوميننت. اوتوسومال دوميننت سنجل كروموسوم افكتد ويل بي افكتد، بس افكتد يصيب المراه ويصيب الرجل تساوي. الاكس لينك الرجال هو المصاب اكثر شيء، ان دوميننت بما انه ما لها علاقه بالاكس كروموسوم، فالكل يعني تساوي بالاصابه بين المراه والرجل. واضح هسه هاي النبذه المختصره على نعم دكتور. زين نجي وراء السؤال، شنو السؤال يا بس؟ ريسك درو شوينج ذا مين سمبل، هذا يقول لك انت هو شنو المرض هذا؟ ديس اوردر، هل هو محمول على الكروموسومات الجنسيه اللي الاكس كروموسوم اما الاخرى؟ هو اخرى ومن النوع الدوميننت، هو يصيب الاوتوسومال دوميننت. زين فاذا هو يظهر بكل الاجيال، لانهم بس يحتاج ان كروموسوم واحد افكتد يطلع، بما انه دوميننت ما يحتاج، ما لا يستطيع الكروموسوم الاخر تثبيطه، يحتاج واحد كروموسوم حتى تطلع الحاله المرضيه. هاي ما تحتاج. هنا نجي What chance of her children be affected؟ شقد النسبة؟ بما أنه هي dominant فنص العائلة، إذا الرجال زوج امرأة يعني أطفالهم 50% will be affected، 50% will be affected لأن autosomal dominant. هاي يمكن خلنا نشوف لكم اياها حتى اوضح لكم اياها بالتويتر جايد. هاي واضحة عندكم هسه؟ طلاب هذا البرزنتيشن؟ نعم الشباب. هسه بيرنت 1 والبيرنت 2 يعني تزاوج بين المرأة والرجل، الأي يعني افكتد جين، البي ان افكتد جين. فهسه احنا هذا الافكتد طالع عنده الأي بي، هذا عنده ديزيز، هذا ما عنده ديزيز، من يزاوجون الأي يزاوج ويا البي افكتد، الاي يزاوج ويا البي الثاني هم افكتد. نجي البي صاحي يزاوج ويا البي صاحي، والبي ويا البي ثاني من الزوج او الزوجه هم صاحي. فاذا كم واحد عندنا هنا انصابوا؟ انصابوا اثنين من اصل اربعه. اذا قد نسبه الاصابه؟ 50%. واضحه الطلاب لحد الان؟ هذا التواضع. نتحول على الفقرة اللي بعدها. هنا the lady has familial adenomatous polyposis for many years but has only become symptomatic for anemia recently. توها هي من زمان عندها، مو صحيح؟ What compensatory mechanism does the lady use to overcome the effect of mild anemia include the effect on oxygen affinity؟ يعني أنا هي عندها فاميليا أدينوماتوس بوليبوسيس بس ما طلعت إلا ورا فترة، شنو الكومبنساتوري ميكانيزم؟ يعني هو إنسان خو مو رأسا أول ما صار عنده بليدنج لوس ورأسا صار عنده سمتم، يعني جسم أول مرة يعوض النقص شوية يحوض إلى أن آخر شيء يوصل مرحلة ما يقدر يعوض ويصير ينتهي بالهارت فيلر فرضا.
فاول مره انكريز كاردياك اوتبوت، زياده انتاجه حتى يعوض يشتغل اكثر. الدور النبض مالته سعده تاكي كارديا او انكريز هارت ريت، هاي كله على مود حتى شنو قابليه الدم، دم الهيموجلوبين ضعيف، يعني هو فرضا نقول الهيموجلوبين 9، فشو يسوي الهارت ريت؟ يزيد من النبض مالته حتى قابليه الدم لنقل الاكسجين للتشو تزداد، بيصير تاكيكارديا. لذلك هسه احنا من الانسان هو مرتاح الباس ريت فرضا 72، بس من يركض او يسوي جهد يصير الباس ريت كل 90. ليش؟ لان التشو يحتاج اكسجين، القلب شو يسوي؟ يسوي تاكيكارديا حتى يوصل التشو اللي تتعب من خلال الركض او اي جهد عضلي. فاذا هو شو يسوي؟ انكريز كاردياك اوت بوت، انكريز هارت ريت، بعدين هو شو يصير؟ تكبنيه، نفسه يسرع. ليش نفسه؟ حتى يصير تبادل غازي سريع، دم بيجي سريع هايبوكسيه حتى يعطيه اكسجين، يصير تكبنيه. زين الدور الهارت هو بكرونيك بلاد لوس، مثلا فاميليا الادينا كرونيك بلاد لوس وجرادولي ديكريزنج هيموجلوبين. الكدني يوصلها الاكسجين قليل بسبب الانيميا، تنتج لنا الارثروبويتين. فهذا الارثروبويتين حتى يحفز لنا البونورو ينتج لنا ار بي سي زايده، لانه ار بي سي جاي تقل. هو شو يسوي البونورو؟ يزيد انتاجه للار بي سي حتى تعوض الناقص. فيا اللي يعوضها يحفزها اللي هو الهرمون المنتج من الكليه يسمونه ارثروبويتين. واكو كيرف هسه يطلع لكم، هذا شيفتنج تو ذا رايت، هذا الكيرف من يصير شيفتنج تو ذا رايت يصير ايزي ديسوشيشن اوف اوكسجين فروم هيموجلوبين. مو الهيموجلوبين، الهيموجلوبين هو اللي يحمل الاكسجين يوديه للتشو. هذا بحاله الملتصق بي، بحاله الانيميا يصير ايزي يعني ينفك من الهيموجلوبين حتى يعطيه للتشو حتى تتغذى، لان تعرفون الاكسجين من يوصل للتشو يطب للخليه، ومن الخليه يلتقي بالجلوكوز، ومن يلتقي بالجلوكوز هاي ماخذيها بالسادس يسمونها كريب سايكل حتى تنتج لنا الاي تي في. فهو الكيرف مال هذا الاكسجين ديسوشيشن كيرف يصير شيفتنج تو ذا رايت حتى ايزي ديسوشيشن بتوين هيموجلوبين اند اوكسجين، هاي الغايه مال. فاذا وكذلك بالفاينالي البلازما فوليوم تزداد، لانه من ينقص لازم بلاد احتياجي ينقص ويا بلازما، البلازما تزود حتى يمشي الدم للمناطق، لانه خوما انت تنتج ودم هو فاقد ويا بلازما، لازم تنتج ويا بلازما. فاذا كومبنساتوري ميكانيزم ذا بودي تو اوفركم ذا انيميا كوزينج باي فاميليال ادينوماتوس بوليبوسيس اوكيف يصير انكريز كاردياك اوت بوت، انكريز هارت ريت، تكبنيه، شيفتنج اوف اوكسجين ديسوشيشن كيرف تو رايت، وانكريز بلازما فوليوم، وانتاج الكليه للارثروبويتين زاد. واضح هسه؟ عيني يعني انا صار عندي انيميا واتفر ذا كوز، واتفر ذا كوز whether due to chronic blood loss due to this disease اللي هي familial adenomatous polyposis or any other causes، يعني اي واحد هيمورويد ودينزيف وصار عنده انيميا. فشنو الجسم يحاول يعوض اللي حاله العده الى ان اخر شيء يفشل، يصير عنده هارت فيلر، يصير عنده فد من الرحاله، يعني ما يقدر. اول ما يبدا الانيميا مثلا واحد صار عنده انيميا 11 اعراض الشكل، يصير 10 تزداد الاعراض، يصير 9 يزداد الاعراض، الى ان يوصل حتى 6 فد مره يختنق الا نطيب بلاد يلا يعني يتعدل. فخلال هالفتره الجسم ايش قد بنسبه الدم تقل يحاول يعوضها من خلال الشغلات الاتيه، يصير انكريز كاردياك اوتبوت، زياده كاردياك شلون؟ يعني قوه انقباض القلب يزودها حتى شنو يعوض، يعوض النقص في الانيميا حتى انتاجه للدم اقوى، كميه الدم اقوى حتى يوصل للتشو. هو الدم اصلا ما بي هيموجلوبين قليل، فيضخه حتى مجرى الدم سريع يصير
يعني عمل زياده بي، عمل زياده حتى يعوض النقص. فاول خطوه زياده انتاج القلب، يعني من خلال قوه انقباض القلب، increase cardiac output. الشغله الثانيه increase heart rate، النبض سريع. يعني مثل ما قلت لكم انا مرتاح، اكسجين يوصل للتشو، النبض مالتي يقول 72 بير مينت، بس اذا ركضت ايش قد النبض مالتي؟ يصير بال 90، قد يوصل 100 110. هذا التكيكارديا شنو غايته؟ غايته يزيد امكانيه الدم لنقل الاكسجين للانسجه. فهاي العمليه شو يسمونها؟ تكيكارديا او انكريز هارت ريت. النقطه الثالثه تكبنيه او انكريز ريسبيراتوري ريت، يصير نفسه سريع. يعني انت واحد تصور نفسك كانه يركض، هذا من يصير هذا على مود قابليه دخول الاكسجين من الهواء الجوي للالفيولاي حتى يصير تبادل غازي تزداد حتى بسرعه، لان الدم ضعيف قابليته للنقب فيدخل اكسجين هواية حتى يعوض. فاذا شو يصير عنده؟ تكبنيه. انت هاي كلها تتصورها شلون واحد قاعد او يركض، شو يصير عنده؟ هذا كرونيك بلاد لوس. بما انه كرونيك بلاد لوس قابليه الدم لنقل الاكسجين ضعيفه، الكليه ما يجيها اكسجين، من ما يجيها اكسجين كافي يظل تنتج لنا الهرمون الارثروبويتين. هذا شنو فائده الارثروبويتين؟ يروح للبون مارو يحفزها لتنتج لنا ار بي سي هوايه. هاي النقطة الرابعة. الخامسة اكو كيرف هسه نشوفه يسمونه اكسجين ديسوشيشن كيرف. هنا بحالة كرونيك بلاد لوس اكو مادة 2-3 داي فوسفو جليسيريت تزداد، وهاي شو تسوينا؟ الكيرف ينتج لنا يزيح نحو الايمن. هاي تقدرون تقروها بال يعني بالانترنت. فمن يزحف الايمن قابلية التصاق الهيموجلوبين بالاكسجين قليله، فمن يروح للتشو بسرعه يعطيه اياه، مو مكلف بالاكسجين، يعطيه للتشو حتى التشو تشبع اكسجين. هي الغايه كلها على مود التشو تشبع اكسجين، الشوجر نحققه من خلال الاكل، يدخل الجلوكوز يا اللي يدخل الانسولين، الانسولين دخل الجلوكوز تو انترا سيلولار، الاكسجين جاء منين؟ من الالفيولاي طب لهذا، وبالتالي كمل الكريب سايكل، والكريب سايكل تنتج لنا الاي تي بي اللي هي طاقه نحتاجها بكل حركاتنا هي تحتاج. فهو 2 3 بي جي يسوي لنا شيفتنج تو ذا رايت الكيرف على مود ديكريز اسوشيشن او ديسوشيشن، انكريز ديسوشيشن كيرف ها بتوين هيموجلوبين اند اوكسجين، يعني يطيب بسرعه. واخر شيء البلازما فوليوم، حالة الانيميا البلازما فوليوم يعني شلون الدم يصير شنين، يعني خفيف الدم الهيموجلوبين مالته، مو بوليسايتيميا. اكو حالة يسمونها بوليسايتيميا، يكون الدم هوايه هيموجلوبين، ولذلك يصير وجه الشخص برونزي، شلون دول المدخنين يسمونه بوليسايتيميا. هذا يصير بلازما فوليوم يزداد عكس البوليسايتيميا. نعم واضحة لحد الان؟ دكتور بس سؤال. قول تفضل. اكو بالاسئله القديمه اكو فرع سي بالسؤال الثالث اللي هو اللي ما توقع موجود هنا. هنا في العشرة فرع سي يمكن دكتور. لك patients develop tumors into their mid-30s. Why؟ شنو؟ دكتور يعني شنو هو patient do not develop tumor until their mid 30s مو تمام؟ هذا الفاميلال ادينوماتوس بوليفوسيز يعتبر بري كانسرس، ممكن يسوي الكانسر سرطان القولون. واضح هيك؟ فهو ما يوصل الا بال 30، ليش؟ هو بالنورمال اكو جين يسمونه ادينوماتوس بوليبوسيس كولاي اي بي سي، هذا تيومر سبرسس تنتج لنا بروتين. ها البروتين له دور تيومر سبرسس يمنع التيومر. هذا الاي بي سي من يمنع السبرسر
يضاد له بالمستقبل انذر ميوتيشن، تغيير بي، حتى يصير بري كانسرس. وبالتعاون بجين اخر اللي بي 53، هذا البي 53 هم هذا هو تيومر سبرسر. بس اذا يصير بي تغيير، يصير تعاون ما بين الانذر تشينج ان اي بي سي جين زائد بي 53، يصير مالجننت ترانسفورميشن، يتحول لسرطان. فهو اول بدايه الاف اف اي بي قبل ما اكمل سيلون اف اي بي، هو يصير الاي بي سي اللي هو جين المسؤول لمنع حدوث السرطان، هذا الجين ينتج لنا بروتين، والبروتين يمنع حدوث السرطان. هذا الاي بي سي جين يصير بعدين اخر شيء تغيير اخر لوحده او بالتعاون مع جين اخر تغيير بي اللي هي بي 53. هذا البي 53 هم تيومر سبرسر يمنع السرطان. بس اذا صار بتغيير وبالتعاون بالتغيير الثاني بالاي بي سي جين يتعاون اثنيناتهم يحدث لنا السرطان. فهذا شيء ياخذ له وقت. فهو بدايه حياته هو ميوتيشن بالاي بي سي، بعدين ليتر اون يصير بي تشينجز ايذر الون اور وذ اذر جين ميوتيشن اللي هي بي 53، ممكن بالثلاثينات يتحول الى سرطان. واضح هذا؟ اعيد لكم اياه، افتهمتوا؟ طلاب؟ تريد اعيده؟ دكتور اكو طالب بعد سؤال. تفضل يعني. تفضل لي. دكتور انت قلت انه المرض يخص الامعاء الغليظة. نعم. زين هو ليش يساعدها ناقص انزيم الامعاء؟ يعني صح هي تساعدها بليدنج او شيء. بس غيرها ما تلاقي معاه دقيقة وياها، لأن هي امتصاص الأيرون يسبب الأمعاء تنقلص. نعم، هو يصير كرونيك بلاد لوس يسوي أنيميا، مو سبب الأيرون أبزوربشن. نعم. يعني كملي شنو السؤال مالتك؟ يعني أنا أقول إنه هو الموضوع عن الأيرون أبزوربشن، ولأن هي بها صار الأنيميا وشيء. لا مو انا بنين، انت مو مش بنين؟ ايات هو مو مشكلة الايرون ابزوربشن، احنا ما عندنا ايرون كرونيك بلاد لوس من البوليفوسيس، احنا احد اسباب الايرون ابزوربشن. احنا موضوع الساعة اف اي بي اللي فاميلا ادينوما تحت بوليفوسيس لازم تيستين كرونيك بلاد لوس، ما له علاقة بالايرون ابزوربشن. سيناريو احنا كملنا ملتيبل كوز اوف ايرون ديفيشنسي انيميا، واحد منهم الاف اي بي، الاف اي بي ما له علاقه بالايرون ابزوربشن، الايرون ابزوربشن بالسمول سيستم، احنا مرضنا هسه باللارج سيستم، دخلنا باللارج سيستم، الاسباب الاخرى ما لها علاقه بها، نحكي على اللارج سيستم. نعم. شكرا دكتور. عرفتوا انه ليش يتحدث السرطان بالثلاثينات؟ حسين؟ نعم دكتور. فهمتوا هذا ليش يصير سرطان بال 30؟ حتى نحول بعده. نجي نعم. نجي للموضوع الاخر. هو الاكسجين ديسوشيشن. اكسجين ديسوشيشن كيرف عندكم؟ يا طلع لكم اياه. دكتور لا. ما عندكم، خلينا نطلع. هذا هسه يمكم هسه صار واضح؟ اكسجين ديسوشيشن كير طلاب؟ دكتور بعد ما طلع اذا طلع قلي ها؟ اي تمام دكتور طلع اي هاي الاكسجين ديسوشيشن كير شنو العوامل اللي يصير شيفتنج تو ذا رايت؟ من يصير شيفتنج تو ذا رايت هذا الكير معنى ديسوشيشن بين هيموجلوبين الاكسجين از انكريز، يعني بسرعه يطيب بسهوله الهيموجلوبين يطيب التشو بحاله ديكريز بي اتش انكريز تمبرتشر انكريز بريشر اوف
سي او 2 ارتيريال سي او 2 وانكريز 2 3 داي فوسفوج ليتيراز. احنا هنا بالفاميلي ادينوماتوس بوليبوسس اللي موضوع اليوم يزداد كمية 2 3 داي فوسفوج ليتيراز، وبالتالي increase dissociation between the blood and oxygen حتى يصل التشو بسهولة الأكسجين للتشو. واضح هسه؟ طلاب؟ واضح دكتور. نجي للموضوع الآخر. سؤال هسه 7 يمكن مو؟ Would this lady born مرو هذا الموضوع واضح لكم؟ طلع الثاني سؤال السابع. Would this lady born مرو be more cellular or less؟ Explain your answer. هل انه البون مرو يزداد السيلولار ولا لا؟ احنا قلنا الدم المحمل بالاكسجين الذي يصل للكليه بسبب الانيميا يكون قليل، وبالتالي الكليه شو تسوي؟ تنتج لنا هرمون يسمونه هرمون الارثروبويتين، والفائده مالته يروح يحفز لنا البون مارو لانتاج الخلايا اكثر. اذا هو شو يصير؟ بون مارو هايبر سيلولار بسبب الارثروبويتين. واضح حسن؟ نعم دكتور واضح. نعم. عندك هنا لماذا الخلايا بلاد ريد بلاد سيل مايكروسيتك؟ مايكروسيتك معروفه لانه بسبب انه شو اسمه تكون البون مره يشتغل بسرعه ما يلحق توصل النورمال سايز، يعني رابد بروفيليتنج البون مره، ولذلك يصير شنو مايكروسيتك يعني الانتاج السريع حتى تلحق تنتج النورمال ليفل اوف ار بي سي يصير هايبر او مور رابيدلي بروليفريتنج، وبالنتيجه النهائيه يصير مايكروسيتك. زين، ما هي التغييرات التي تحدث بالسكن والنيل؟ عندك هنا هو يقول لك يلعب دور بالكو انزايم السايتوكروم. الايرون له دور مهم جدا بيمن بالانزيمات اللي خاصه السيتوكروم، وهاي السيتوكروم تلعب دور بالابيثيليوم بالميوكوزا بالسكين بالنيل. فبالنيل شو يصير بالاظفير؟ يصير كويلو نيكيا تقعر بها. زين، وبرتل تتكسر بسرعه. فاذا هي النيل يصير بها افكشن بسبب شنو؟ الايرون. نجي للفيس بالماوث. السلام عليكم دكتور. العفو. ها العفو على المقاطعة دكتور، بس النقطة الثامنة شنو السبب؟ ما سمعته ليش هي سمول؟ سمول زين. بما انه الار بي سي ما تحصل هيموغلوبين كافي لها فيصير عندها رابد ديفيجن. من يصير رابد ديفيجن ما تلحق توصل نورمال سايز، تبقى سمول لانها رابدلي بروليفريتنج تنقسم بسرعه، فالبون مرو يقسم بسرعه ويطلع للبلاد، فما يلحق توصل للنورمال سايز حتى يصير، ولذلك يصير مايكروسيتك. يعني الار بي سي الدايميتر هي نورمال دايميتر 7.2 مايكرون، فيصير اصغر مايكروسيتك، ولذلك الايرون ديفيشنسي هايبوكروميك مايكروسيتك. هايبوكروميك يعني الصبغه مالها قليله لان هو اصلا هيموجلوبين قليل ما به هذا حديد، ومايكروسيتك سمول سايز ار بي سي، فلانه رابدلي ديفايدد يصير مايكروسيتك. هنا ليش الايرون ديفيشنسي يؤثر على السكين والنيل؟ لان قلنا الايرون از ان ازينشال كومبوننت اوف اني انزيم باث واي اللي هي سايتوكروم. فبالاظفر شو يصير؟ بريتل يتكسر جروفد يعني يصير شلون كويلو تقعر بي، عكس الكلب سامعين بي الكلب يصير انكريز كيرفيتشر بالنيل. هنا لا،
كايلونيكيا يسمون جروب بريتل تتكسر بالماوت يصير انجلر ستوماتايتس يعني يصير الم ومتقشره الحافة الفم زين للابيثيلال تشينج باللسان شو يصير سور سوالنج تونج يعني مره هذا وبي الم اللسان لانه هذا تاثير الايرون يدخل بتركيب الابيثيليوم اللي موجود بالميوكوزا وبالسكن زين يور بيشنت واضح يقول يور بيشنت your patient suffering from heartburn and has been taking gaviscon هذا الانتي اسيد explain how this affect iron absorption كل gaviscon ذن الانتي اسيد يمنع امتصاص الايرون فهو من يحس الم بالمعده يعطى gaviscon كانتي اسيد هسه احنا مرات يعطوه كانتي اسيد حب قرط يسمونه gaviscon هذا ياثر على الابزوربشن ويقلل الابزوربشن الاذر الشاي ممكن ياثر على الابزوربشن هم يقلل الابزوربشن فاحنا لازم نمنع الشغلات اللي تمنع الابزوربشن انتي اسيد التقميت يقلل الايرون ابزوربشن اللي يساعد الابزوربشن منه الفيتامين سي اللي بالجوس البرتقال والحمضيات يساعد الايرون ابزوربشن بل يمنع انتي اسيد اي انتي اسيد علاج يعني كجابسكون او غيره يمنع امتصاص الشاي ممكن يمنع ولذلك اذا تاخذ هذه درينكينج اوف تي ممكن يسوي لنا احد اسباب الايرون ديفيشنسي انيميا هذا منو عنده سؤال واضحه بدي صور هنا اعطينا فرص خلفيه كعلاج 200 ملي جرام تي دي اس بير اورال يعني اعطيناه ثلاث مرات باليوم 200 ملي جرام فرس سلفيت رايت كلير انستركشن تو يور بيشنت يعني لازم تشرح له ايش تشرح له من تعطي هذا العلاج للمريض لازم تقول له لازم تاخذه بمعده فارغه قبل وبعد يعني اما قبل الاكل بساعه متى تاخذه او اذا اخذته ما تاكل لمده ساعه واضح لازم انت شني ممكن تطي قبل الاكل بساعه او اذا اخذت العلاج في الرسلسيت تبقى ما تاكل لمده ساعه يعني معناه شني حتى يبقى نورمال ابزوربشن ومثل ما قلنا اللي يمنع الابزوربشن هو الشاي ومشتقاته وجابسكون واللي يساعد على امتصاصه قلنا الفيتامين سي هنا نجي البلد فيلم مره ما اعطينا علاج after two week and have يعني هو اذا اخذته ورا يمكن اسبوعين قايل اخذ البلد فيلم لاحظنا احنا هنا الار بي سي بقت سب نورمال اقل بس احسن من قبل يمكن لو تاخذ البلد فيلم السابق تلقى الار بي سي ازيد الريتيكولوسايت رجعت للنورمال ضمن النورمال ليش؟ لان احنا اعطينا الايرون بدا البون مارو ينتج لنا الار بي سي رجع الريتيكولوسايت بس هو الاتش بي بعد ما كمل ينتج لنا يرجع الار بي سي نورمال تدرون الريتيكولوسايت هي خليه بها نواه يعني اما ماتشور ار بي سي الار بي سي ماتشور سيل ما بها نواه فالريتيكولوسايت هي مرحله ما قبل الار بي سي لما تفقد النواه يلا تصير ماتشور وعندها قابليه نقل الاكسجين الريتيكولوسايت تنقل الاكسجين يعني normal functional cell هي الار بي سي اللي ما بيها نواه المرحله السابقه من البون مارو هي الريتيكولوسايت فاحنا تو اعطينا علاج بدا ينتج الريتيكولوسايت بعدين رجع للنورمال بس الار بي سي بعده تحسن وليس رجع للنورمال فهذا في طريقه للتحسن نحو النورمال اس شي ريسبوندينج بروبرتي قل له يعني انه هو الريتيكولوسايت تحسن بس بعد ما ماخذ وقته يتحول للنورمال ار بي سي ولذلك الار بي سي تحسن ولكن ما رجع للنورمال الار بي سي ذا ليدي كم باك
طبعا هي الليدي هاي الفقرة اللي قبلها يمكن يقول is she responding هي طبعا صار عندها responding good responding بس بعدها ما راجع على النورمال she continues to struggle تعاني and remain symptomatic so you should you decide to, so you decide you will have to give IM قلنا احنا نعطي اورال مرات الاورال ايرون ما يلحق نعطي intramuscular injection واذا شفناه ريد رابيد ريسبونس نعطي اي في انفيوجن فاذا احنا اعطانا العلاج اما تريد بطيء الانيميا مو كلش قويه تعطي اورال وتنتظر شهر يلا يستجيب واذا اريد سلايتلي مور رابيد نعطي اي ام انترامسكولار واذا اريد رابيد ريسبونس نعطي انفيوجن فاذا انت كفيزيشين كطبيب حسب السرعه مالتك شو تريد رابيد ريسبونس ولا فهو يقول هنا انه لانه صار عنده الم معدته والاستجابه مو ذيك الاستجابه بس تحسن بالريتيكولوسايت الار بي سي كاونت بعده فانت شو تقرر؟ تقرر تطي اي ام شلون تطي الاي ام؟ هنا يقول لك توتال ايرون ديفيسيت نقص الايرون اكو له قانون جانزوني فورمولا هو التوتال ايرون ديفيسيت يعني ايش قد نقص عندك الايرون تحسب البودي ويت في التارجت في قوس تفتح التارجت اتش بي ناقصا الاكتشوال اتش بي التارجت دائما نعتبره 12 الاكتشوال ايش قد عنده هيموجلوبين هذا البين قوسين تضربه 2.4 زائد ايرون ستور الايرون ستور عادة 500 اللي ذولا وزنهم يعني الادلت كانه 500 اللي الوزن مالته اكثر من 35 كيلو هو الايرون ستور 500 نقدر نحسب من هاي المعادله توتال ايرون ديفيسيت واضح هسه؟ احنا البدي ويت قلنا افترضنا هو 75 وزن 75 في تارجت قلنا ذولا جماعه الاكثر من 35 التارجت 12 ناقصا الاكتوال ايش قد طلع عندنا؟ الاكتوال اللي بالبلد 9.1 هذا بين قوسين التارجت ناقصا الاكتوال في 2.4 الايرون ستور ايش قد 500 فتقدر تحسب هاي المعادله زين يور بيشنت ويت اعتبره 75 التارجت 12 هاي طاق مساله احسب لنا الكالكوليت ايرون ديفيسيت فهنا التوتال ايرون هو المجهول هذا الحقل البادي ويت ايش قد قال لك 75 التارجت ايش قد قال لك 12 الاكتوال ايش قد بالجدول من الساعه اللي شفتوه 9.1 ضربه في 2.4 الايرون ستور قايل لك هو 500 اللي وزنه من 35 وفوق اذا هذا معلوم وهذا معلوم وهذا معلوم وهذا معلوم تقدر تحسب التوتال ايرون ديفيسيت طلاب تعرفونه هذا قانون هسه فهمتوا نعم دكتور بس تطبيق مباشر تطبيق مباشر طبق المباشر زين هذا الجانزوني جانزوني فهنا البادي ويت 75 تفتح قوس ضربه في قوس اللي تارجت ايش قد؟ 12 ناقصا الاكتوال 9.5 تسد القوس الضربه في 2.4 زائدا الايرون ستار 500 يطلع لك ايش قد؟ 1022 ملي غرام واضحه لحد الان؟ نعم بسواف زين؟ فالنقص مالتنا 1022 من الغرام هذا اللي نقص الايرون نقدر نعطي 100 من الغرام لكل مل العفو 100 من الغرام منه لكل 2 مل نقدر نعطي 100 من الغرام لكل 2 مل هسه وش قد عندنا من الغرام اذا 2022 انقسم على 100
يعني كم مرة؟ عشر مرات أم التومل، عشر مرات يعني 10.22 في 2 يطلع لك 20 ملغرام موظ. تطي 20 يلا يعطيك الديفيسيت. واضحة طلاب هاي لحد الآن؟ نعم دكتور. هذا قانون الجانزوني. اكو قانون اخر عشوائي بدون ما تحسب اسمه كوزمو فير. هذا الكوزمو فير تعطي 20 ملغرام ايرون بير كي جي بيرويت، بير كي جي بادويت. يعني هو اذا 75 20 في 75 يطلع تقريبا 150. 150 تقدر تعطي تقسم على 100 وضربه في 2 يطلع تقريبا مشابه لذاك الرقم بس ليس يساوي. اما تعطي بحسابات الجانزوني او بحسابات الكوزموفير. الكوزموفير مجرد 20 ملغرام بير كي جي بدويت، 75 في 20 يطلع لك 150 تقريبا او 1500 ملغرام. 20 في 75 1500. إذا تحسبها ضمن القانون يطلع 1022. بالحالتين 1500 أو 1022 تقسمين على 100 يطلع عدد مرات، عدد الملات ضربه في 2 يلا يطلع عدد الملات. شلون مثل النسبة والتناسب؟ عرفت شلون؟ قسم على 100، إذا 1500 تقسمه على 100 وضربه في 2، إذا 1020 تقسمه على 100 وضربه في 2. واضحة الكلام هاي؟ دكتور سؤال يقول نعم. بس تعيد مادة الايرون ستور. الايرون العفو ايرون ستور هذا قانون هو مطيك اياه. توتال ايرون ديفيسيت، ايش قد نقص الايرون ديفيسيت، قانون عام هذا ثابت. اول شيء وزن المريض الضربة في من؟ في ناتج طرح الهيموغلوبين اللي نصبوا اليه النورمال الطبيعي يعني، ناقصا الاكتوال اتش بي، الاتش بي مال المريض اللي طلع عندنا هذا سد القوس منا ومنا سد القوس. الضربه في 2.4 والنتيجه الضربه في بادي ويت. يعني هاي هنا تضرب البادي ويت في حاصل طرح الهيموغلوبين اللي نهدف ليه ناقصا الهيموغلوبين اللي لقيناه بالمريض في 2.4. واضحه لحد هاي اللحظه. بعدين النتيجة تجمعها من الايرون ستور. هو فارض لك المريض وزنه 75، وزنه 75، الهيموغلوبين اللي نصبوا اليه الطبيعي نريد نوصل له هو 12، بس هو المريض من فحصناه لقينا الهيموغلوبين ناقص هو 9.1. ف 12 ناقص 9.1 نتيجة الطرح نضربه في 2.4. واضح اخو؟ وهاي النتيجة نضربها وين؟ وين البادي ويت اللي قال لك نفترض انه وزنه 75، نضربها في 75. النتيجة كلها نجمعها مع الايرون ستور. الايرون ستور ذول وزنهم 35 وفوق 500. فإذا ياها المعلومة، المعلومة الايرون ستور 500، الاكتشوال بادي ويت 12 بوينت، مو 12 9.1، التارجت اللي نصبوا اليه هو 12، البادي ويت هو قال لك 75. يطلع لك شنو؟ هذا توتال ايرون ديفيسيت. واضحه هسه هاي؟ واضحه؟ دكتور بعد ما جاوب الشات لانه اي دكتور واضح. واضح بالنسبه لك واضحه يا جماعه الزملاء البقيه؟ هو دكتور طلب سؤال بنية على الشات سمعت ليش ما سويت كوست. يلا خلي تحكي اذا عندها سؤال، حتى اذا ما عندها سؤال اعبر على الخطوه اللي وراها. دكتور تقول واضحه شكرا. واضحه هاي النتيجه ايش قد طلعت؟ 1022 ملغرام، 1022 ملغرام. يعني 75 في 12 ناقص 9، نتيجه 12 ناقص 9 ضربه في 2.4 في 75. النتيجه تجمعها ويا ال 500 يطلع لك 1022 ملغرام. هاي ال 1022 ملغرام كل 2 مول تعطي منه 100، كل 2 مول
تعطيه على شكل كل 100 ملغ تعطيها ب 2 مل، مو كيفك تعطيه 1 مل قد يؤذي يعني. اذا كل 100 ملغ من ال 1022 كل 100 ملغ تعطيه مل 2 مل. اذا كم 2 مل نحتاج؟ تقسم ال 1022 على 100، هاي تقدرون تحسبوها، يطلع 10 مرات ام 2 مل، 10 مرات يعني 2.22 ام 2 مل، تضربها في 2 حتى يطلع الملات. ايش قد تعطي مل؟ السي سي سنتيمتر مكعب يطلع 20.44. واضحه طلاب هاي؟ واضحه؟ نعم واضحه. واضحة هاي الطالبة اللي كان عندها اشكال، واضحة بالنسبة لها؟ دكتور ما قالت شيء اي ها طبعا تطيع على شكل انفيوجن في المغذي، انفيوجن هذا قانون. القانون الثاني بدون ما تحسب هاي الساعة، مجرد تطي 20 بير كي جي، 20 ملغ تحسبه عمياوي لكل وزن، هو 75 ف 75 في 20 يطلع لك 1500، 1500 تقسمه على 100 والنتيجه تضربها في التومل يطلع عدد البلات اللي تعطيها انفيوجن. اما عمياوي تقريبا متشابه لهذا، بس ذاك مور ستريك، ذاك مضبوط تحسب حسابات، تاخذ بلاد فيلم تطرحه اللي الهدف المصبو اليه ناقصا الليفل اللي عندك طلع والضربة فيه يعني تحسب معادلة ذاك. هذا القانون بانزوني، القانون الكود ما فير عمياوي 20 بير كي كل كيلو ضربة فيه 20، هو الوزن 75 في 20 النتيجة تقسمها على 100 وتقدر تضربها في 2 يطلع لك عدد الملات اللي تعطيها انفيوجن. اذا كم قانون عندنا؟ كانزوني وقانون كوزموفير. كانزوني حساب مضبوط، كوزموفير تقدم تقدير قد تطيح انفيوجن. واضح حتى هاي؟ نعم واضح. منو عنده سؤال؟ منو عنده سؤال؟ نعم دكتور ما حد يسأل. يعني ننهي محاضرتنا؟ دكتور خاصة أسئلة هذا عشان أخي سؤال 13 يعني نحتاج سين بيه دكتور ننهي المحاضرة. ودكتور السؤال الأخير كان مو يمكن دكتور؟ يا سؤال هذا كان يدي شنو السؤال الأخير؟ يعني هو تعطيني فيوجن، احنا اعطيناه اورال وشفنا الاورال استجابة مو ضمن المستوى المطلوب، حولناها المن، حولناه الفيوجن اسرع. شلون تعطي الفيوجن؟ تحسب الملغرام، اما طريق الجانزوني بهاي المعادله، او تعطيه عن طريق العمياوي تعطي 20 ملغرام بير كي جي انفيوجن، وهذا 20 بير كي جي تحسبه على شكل ملات، كل 100 مول يعادل لنا كل 100 ملغرام يعادل لنا 2 مل. نعم منو عنده سؤال؟ لا دكتور ما حد يسأل اتوقع بعد عشتي دكتور ننهي المحاضرة؟ ننهيها؟ لا دكتور عشتي دكتور يلا في مال لا في مال لا.